السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. معكم الدكتور بلال عبد الغني، مدرسكم الوساق سي اس 432. اليوم إن شاء الله بدنا نبلش بالميبس انستركشن سيت. إن شاء الله واضح السلايدات يا شباب؟ واضحة دكتور. بدنا نبلش بالميبس انستركشن. بشكل عام معرفتك بالهاردوير بتحسن السوفت وير كواليتي، بتحسن السوفت وير اللي بامكانك تصممه. السوفت وير يا شباب مش بس البرامج التطبيقيه اللي بنكتبها. شو السوفت وير يا شباب؟ بينقسم لنوعين، ابلكيشن بروجرامز وسيستم بروجرامز. برامج زي الكومبايلر والاوبريتنج سيستم شو بنصنفها؟ سيستم بروجرامز، تمام؟ البرامج القائمة على الميموري مانجمنت أو بتقوم بالميموري مانجمنت برضو هاي برامج إيش؟ سيستم بروجرامز. أوكي، الأبليكيشن بروجرام اللي بنقوم فيها حاليا اللي بنبرمجها، وبرضو حتى السيستم بروجرامز حاليا ثريدد بروجرامز. إيش يعني ثريدد بروجرامز؟ مين بيقول لي إيش يعني ثريدد بروجرامز؟ تسمع مصطلح ثريدز ومالتي ثريدز؟ ها شو يعني ثريدد بروجرام؟ ثريدد بروجرامز يا شباب معناها انه البروجرام بيكون في اكثر من ثريد اوف اكسكيوشن. بدل ما يكون في سنجل بروسيس بيكون اكثر من ايش؟ ثريدز اوف اكسكيوشن. لما يكون البرنامج اكثر من ثريدز اوف اكسكيوشن بامكاني اسرع تنفيذه. لما يكون سنجل بروسيس بيكون عاده ابطا من لما يكون ايش؟ مالتي ثريدد. اوكي، شو الترندز حاليا في مجال الهاردوير؟ growing number of transistor, growing transistor, move to multi-core, slowing rate of performance improvement, power thermal constraints, lower memory disk latencies. شو هاي المالتي كورز؟ تسمع بالكور اي 7 والكور اي 3 والكور اي 5؟ دكتور البروسيسور. شو يعني كور اي 5؟ شو فرق عن كور اي 7 وكور اي 3؟ عدد الانويه دكتور. طيب شو فرقت يعني دكتور؟ يعني قد ايه بتعالج في وقت قصير، يعني في وقت محدد؟ اتوقع يعني الكور اي 7 ايش بالسرعه بتفرق؟ بالسرعه بتفرق. طيب مين فاهم على اساس المعلومات دكتور؟ ايش يعني كور اي 7 كور اي 5 كور اي 3؟ شو إلها علاقة بالمالتي ثريدد بروجرامز؟ يلا احكوا لي، حاولوا اربطوا لي بين مالتي ثريدد بروجرامز وايش ومالتي كورز. دكتور هسه المعارض مثلا كور اي 3 عدد الثريد فيه اقل من الكور اي 5 او الكور اي 7، اتوقع زي هيك يعني. قدرة المعالج المتوازية في نفس الوقت بتزيد مع زيادة عدد الكورز. 100%. تمام، فالمالتي ثريدد بروجرام بيشتغل على المالتي كورز بكفاءه اعلى. بامكاننا نوزع المالتي ثريدد بروجرامز على ايش؟ على مالتيبل كورز. وضحت الصوره يا شباب؟ أكثر. طيب طبعا احنا بنعرف انه في مجال الهاردوير عدد الترانزستورات قاعد يتنمو على الوقت، تمام؟ بس برايكو نسبه النمو اسرع هسه ولا زمان اسرع؟ لا اكيد هسه دكتور. حتتفاجأ ليه؟ ناحية زمان أسرع. بقول لك in the past a new ship directly mean 50% higher performance for a program. بالزمانات ship جديدة نازلة على السوق، هذا معناه أنه 50% زيادة في الكفاءة. هسا إيش معناها أنه ship جديدة نازلة على السوق؟ today one can expect only قديش؟ 20% improvement. بس شو اللي فرقت؟ يلا احكوا لي ايش اللي فرقت؟ السرعه مالتي ثريد. انه ذا بروجرام كان بي بروكن اب انتو مالتيبل ثريد. تمام، مالتيبل ثريد. طلعوا شو الفرق بين البرنامج هذا او البروسيسر هذا والبروسيسر هذا؟ عدد الثريدز اكثر او ضعف ممكن. ايوه
فبنقدر نحكي انه الايت واي مالتي كور هذا اسرع من الفور واي مالتي كور. تمام. مين يقول لي شو في عندي هنا؟ عندي ابلكيشن بروجرام، بعدين عندي سيستم سوفت وير، بعدين عندي هارد وير. هسه برنامج كاتبينه احنا بالسي بلس بلس مثلا، او كاتبينه بالبايثون، الكومبايلر بترجمه لايش؟ لاسمبلي كود. بعدين من اسمبلي كود الاسمبلر بترجمه لايش؟ لماشين كود. شو اللي قادر على فهم الهاردوير بالضبط؟ الهاردوير قادر على فهم ايش بالضبط يا شباب؟ الماشين لانجويج دكتور. الماشين لانجويج. تمام، الماشين لانجويج. اوكي، الكمبيوتر كومبوننت بشكل عام بنعرف انه في انبوت واوتبوت ديفايسز، عندي سكندري ستورج، عندي برايمري ستورج، وعندي سي بي يو بروسيسور. سؤالي لكم، مين الذاكره المتطايره ومين الذاكره غير المتطايره؟ النن فولاتايل والفولاتايل ميموري. الفولاتايل دكتور الرام، والنن فولاتايل اللي هي الرام. النن فولاتايل زي ايش؟ زي سكندري ميموري بانواعها، من الهارد ديسك للروم. كلامك صح، الروم احد انواع السكندري ميموري. تمام. من الامثله على الروم الفلاش ميموري، والروم الموجود داخل الجهاز. الهارد ديسك من الامثله على السكندري ميموري. الذاكره في نن فولاتايل غير متطايره. تمام، لكنها بطيئه. لكنها ارخص من ايش؟ من البرايمري ميموري. البرايمري ميموري ذاكره متطايره لكنها سريعه، لكنها اغلى. ايش من الامثله على البرايمري ميموري؟ الرام بانواعها. تمام، والكاش. الكاش ميموري. هسه الانستراكشن سيت، ايش يعني انستراكشن سيت؟ لما نحكي انستراكشن سيت، احنا موضوعنا هسه المبس، وبنحكي عن المبس انه انستراكشن سيت. تمام، ايش يعني انستراكشن سيت؟ خلينا نشوف تعريفها على ايش، على الجوجل. انستراكشن سيت اركيتشر. ايش يعني انستراكشن سيت اركيتشر؟ is part of the abstract model of a computer that defines how the CPU is controlled by the software. يعني جزء من الابستراكت موديل للكمبيوتر اللي بوريك كيف السي بي يو بنتحكم فيه من خلال السوفت وير. الانستراكشن سيت اركتشر بنزولها عاده بالرمز ايش؟ اي اس اي اختصار. act as interface between hardware and software. يعني الانستراكشن سيت اركتشر عبارة عن انترفيس بين الهاردوير والسوفتوير، بين الهاردوير والسوفتوير. اتفقنا يا شباب؟ اتفقنا دكتور. طيب، understanding the language of hardware is key to understand the hardware software interface. شو اللانجوج تاعت الهاردوير يا شباب؟ ذكروني فيها. شو اللانجوج تاعت الهاردوير؟ Machine language. A program in say C programming language is compiled in the executable that is composed of machine instruction. هاي الايش؟ هاي لغة الآلة اللي بفهمها الجهاز. This executable must also run on future machines. For example, each Intel processor reads in the same x86 instruction, but each processor handle instruction differently. تمام، هسه بقول لك انه ايش، كل بروسر من هالبروسرات تاعت الانتل بتعامل مع الانستراكشن بطريقه مختلفه. تمام، بيستخدم نفس الاكس 86 انستراكشن لكنه ايش، بتعامل معها بصوره مختلفه. هذا جايينه الحكي ليش. الجافا بروجرامز are converted into portable bytecode that is converted into machine instruction during execution just in time compilation. شو اللي بيميز برامج الجافا عن البايثون عن السي؟ مين يقول لي؟ ممكن الاكزكيوشن تايم تاعهم بتتحولش لماشين كود، تتحول لايش؟ لاسمبلي. لا، تتحول لبورتابل بايت كود. ليش بتتحول لبورتابل بايت كود؟
تمام، وهذا البورتابل بايت كود بتحول لايش؟ لايش؟ لماشين كود ديورينج ايش؟ اكسكيوشن. ديورينج ايش؟ اكسكيوشن. هذا اللي بيميز ايش الجافا، هذا البورتابل بايت كود اثناء التنفيذ بتحول لايش؟ لماشين كود. وله ميزات ان شاء الله تاخذوها في ماده ايش الجافا، بديش ادخل فيها وتفاصيلها. What are important design principles when defining the instruction set architecture؟ شو design principle اللي بننتبهها لما نصمم ISA؟ طبعا احنا هيكون هدفنا بالكورس هذا تصميم ISA، حنبلش فيه بعد تقريبا وحدة ان شاء الله، شوف كيف بنصمم instruction set architecture. احنا من اهدافنا keep the hardware simple، هاي من instruction guideline design guideline. The chip must only implement basic primitive and run fast. تمام؟ بدنا نخلي الهاردوير أبسط ما يمكن. الشيب إيش مالها يا شباب؟ بطبق basic primitive instruction وبتمشي في بأسرع ما يمكن. يعني بقلل عدد الانستركشن، بكون الانستركشن الموجودة عندي هي primitive instruction basic instruction، وهذا اللي بشتغل عليه. Keep the instruction regular. Simplify the decoding and scheduling of instruction. تمام؟ هذا إن شاء الله كله حنشوفه لما ندخل إيش في تصميم instruction set architecture. بدنا نخلي الهاردوير simple. بدنا نطبق بس البيسك primitive instruction. الانستركشن حتكون regular، يعني لها فورمات خاص. تمام؟ أوكي؟ وحنشوف كيف انه الديكودينج والسكجولينج تاع الانستركشن حيكون ابسط ما يمكن. هذا كله حنشوفه. هسه التايب اوف انستركشن اركتشر، هذا موضوعنا، هذا اللي موضوعنا يا شباب. هذا ايش ماله موضوعنا؟ تمام؟ اول موضوع بدنا ندخل فيه ايش هو الستاك؟ ايش اسمه؟ الستاك. امبليسيت اوبرانز. هيف ميموري ترافيك. Limited ability to access operand at will. Obsolete. إيش يعني obsolete؟ مين يقول لي إيش يعني obsolete؟ يلا يا شباب. الستاك بطلوا يستخدموه، شو مالهم؟ هل مستخدم الستاك؟ جاوبوني. معي أنتوا يا شباب؟ معك دكتور. دكتور. الستاك بطلوا يستخدموه. في نوع كمان، نوع اخر من الانستركشن سيت اركتشر اسمه اكيوميليتر، برضه بطلوا يستخدموه اوبسليت. احنا بدنا نركز هسه مين على الستاك، بدنا نركز على مين؟ على الستاك. بدي اعطيكم مثال عليه، مش مثال حتى، مثالين ثلاث. طلع لي شو الانستركشن اللي بتعامل معها هسه، بدي اياكم تحكوا، بديش احكي انا لحالي. شو الانستركشن اللي بدي ابرمجها او شو اللي بدي ابرمجه؟ عمليه جمع. سي تساوي اي زائد بي، عمليه جمع. بعتمد مبدأ الستاك. شو التعليمات الموجودة بالستاك زي ما علموكو بالأركتشر بالديتا ستراكشر؟ تعليمي اسمها بوش، وتعليمي الثاني ايش اسمها؟ بوب. بوب. هي فانكشن داتا حسب بعض الوصف. يعني لما احكي بوش ايه شو بتساوي؟ بضيف على اخر العنصر الاخير، بضيف على الستاك. لما احكي بوب بتشيله، بحذفه. طب خلينا نبرمج هاي باستخدام الستاك، شو رايكم؟ تمام، انا عارف انه الحل مكتوب بس انا بدي اكتبه من اول وجديد. يلا، عشان ايش؟ عشان نقوم بالعمليه هاي شو بنساوي؟ اول شيء ايش بندخل؟ بوش الايه للاي. هسه الاي وين صارت؟ في قاع الستاك. هي اول عنصر واخر عنصر في الستاك، صح؟ بعدين بنساوي بوش لمين؟ للبي. هاي بوش للبي، البي صارت في قمه الستاك. مين اول عنصر بالستاك؟ او مين اللي في القمه يا شباب؟ بي. تمام. هسه لما اجي احكي اد، شو حيصير على الستاك؟
تحيش مع العنصر الأول مع العنصر الثاني؟ أيوة، بيقوم بإجراء عملية الجمع على آخر عنصرين. مين هم آخر عنصرين؟ الـ A والـ B. يعني الـ A والـ B شو بده يصير عليهم؟ جمع. حيصيروا كالتالي A زائد B. واضحة؟ واضحة. A زائد B. هسا لما أحكي بوبسي شو حيصير؟ يلا تنحفظ العملية الحسابية جوا C. يعني الـ A زائد B حتصير جوا مين؟ جوا C. يعني في عندنا متغير إيش اسمه C، شو قيمته هسه صارت؟ ما ناتج مجموع A و B. ممتاز. بس هذا السؤال مسخرة أنا شايفه، صح؟ أدفر. خلينا نأخذ سؤال آخر، بدي أوقف هنا، بدي أروح على السلايدات. في موجود عندكم موجودات على الإيلينك ساك أكيوميليتر أن سو أون، دبل كليك عليها. هذا مثال على إيش يا شباب؟ الستاك. على الستاك نشتغل عليه مع بعض. يلا يلا طلع الستاك كيف مرتب العناصر هو بالعملية هاي، من وين لوين؟ من اليسار لليمين، صح؟ نشتغل مع بعض. يلا دكتور. يلا أول إشي طلع عندي عملية، عندي الـ A ناقص B، بعدين تقسيم C ناقص D في E. الأولوية لمين يا شباب؟ للأقواس هاي، صح؟ A ناقص B. بعدين مين بالقوس الثاني؟ D ضرب B. D في E. D في E. بعدين مين؟ الطرحهم C ناقص D في E. بعدين مين؟ تقسيم القسمة الأخيرة. بنبلش إدخال بمين؟ بأعلى أولوية ولا بأقل أولوية؟ بأعلى. أعلى أولوية. بلشوا هسا. يلا ها يلا بلشوا معي. شو بنساوي؟ يلا بوش لمين؟ لإيه؟ للإيه. هسا الستاك، الستاك شو صار فيه؟ يلا احكي لي. هاي جنبك إيه صار فيه؟ صار في ايه جواته؟ صار جواته ايه؟ اتفقنا؟ مره ثانيه بنساوي بوش لمين؟ البي. شو صار جواته؟ اخذنا قيمه البي. اي وبي. هسه شو بدي، شو العمليه اللي لازم اجريها؟ هي سبتراكشن. سبتراكت اي ناقص بي، صح؟ اول ما حكيت سبتراكت ايش صار بالعنصرين؟ تم طرح قيمهم من بعض. الاي ناقص البي. تمام. يعني انا اول إشي دخلت الاي، بعدين دخلت البي. اول ما حكيت سبستراكت شو صار فيهم العنصرين هذول؟ حول لقيمه جديده ناقص بي. وضحت الصوره ولا لا؟ وضحت دكتور. واضحه. طب انا ما خلصت بعدني، في لازم ايش؟ يلا هسه مين اللي لازم ادخلهم؟ يلا الاي والبي. بدي لا اطلع كيف بدي ادخل. بدنا ندخل مين اول؟ سي دكتور. هسا بقول لك ليش. بعدين مين؟ بعدين دي. بعدين الاي. اول ما احكي ملتي بلاي بضرب مين بين دي في اي؟ اي في الدي. الدي في الاي. الدي في الاي، صح ولا لا؟ هسا لما احكي سبتراكت شو بده يساوي؟ راح يطرح قيمه سي من الدي. ايوه، سي ناقص حاصل الضرب، مزبوط ولا لا؟ صح. اه دكتور. بعدين شو بدي اساوي؟ يلا ديفايد بين بقيمة النهائية. بعدين بعدين بساوي ديفايد. ممتاز. بعدين بساوي بوب لمين؟ للقيمة النهائية. تمام. هذا بجيب منه بالامتحان. دكتور بدي اسألك سؤال. طبعا. هلا في فرق اذا دخلت الدي قبل الاي، صح؟ لا ما يعني مش راح يكون الضرب. لا بس بالطرح. بالضرب عادي، يعني لو دخلت الاي بعدين الدي عادي. عادي بس بالطرح. لا ما بصير، لانه في يعني بالطرح بصير ادخل الاي قبل، بصير ادخل البي قبل الاي. لا اكيد لا. جربي لو دخلت لازم الاي بعدين البي. طب لو دخلنا البي قبل الاي ايش حيكون الطرح فعليا؟ بي ناقص اي، صح؟ راح تكون الاشاره للاكبر، يعني هي راح تكون هون المشكله. يعني طلعوا لو جينا بالاول هون دخلنا البي دكتور. انا فاهم، بس لانه انا حكيت لك اي
بعدين دي انت حكيت لا، فانا هناك اجتني اللبس بس. بس بدك تكون منظمة بالامتحان، بدك تدخلي ايش على الترتيب، تمام؟ وبدك دائما تفكري خطوة لقدام. هسا بدي اسالك سؤال، ليش انا دخلت ايش، ليش انا دخلت السي قبل الدي والاي؟ دكتور، لانه ناتج الطرح راح يختلف، بجوز يطلع سالب. ايوه، لانه السي مطروحه من ناتج الضرب، فالسي هي الليفت اوبران، فبدخلها قبل ايش؟ قبل الدي والاي. اتفقنا؟ اتفقنا. اتفقنا. هذا نازلكم، هذا بتقدروا تقروا عليه صح ولا لا؟ ان شاء الله. نرجع لورا. حكينا يا شباب عن ايش؟ عن الستاك، وحكينا انه اوبسوليت. الاكيوميليتر شو ميزه الاكيوميليتر؟ بيستخدم كم من ريجستر الاكيوميليتر؟ قولوا لي يلا. الاكيوميليتر يا شباب بيستخدم ريجستر واحد، ايش بيستخدم؟ ريجستر واحد اسمه اكيوميليتر، المراكم بسموه المركم او المراكم اكيوميليتر. وان ميموري اوبراند، ايش يعني وان ميموري اوبراند؟ بتعامل مع كم من اوبراند في نفس الوقت؟ واحده. انسفيشنت ميموريز، فيش عندنا ايش؟ فيش عندنا اوبراند مؤقته او ريجستر ايش؟ مؤقته في الاكيوميليتر. اوبسليت بطلنا نستخدمه. خلينا نشوف كيف الاكيوميليتر، هذا اخر شيء حكى عنه اذا كفاني الوقت. يلا كيف الاكيوميليتر بيشتغل؟ لو بدنا ايش؟ لو بدنا نزيد اي على بي ونخزن الناتج في سي. كيف الاكوميليتر؟ طلعوا، تيجي بتحكي لود اي، هذا الاكوميليتر شفتوه هيك. كم من اوبرند بتعامل معها يا شباب في اللحظه الواحده؟ واحده. لما واحد نحكي اوبرند واحد، ايوه، لما نحكي لود اي شو بيساوي؟ بخزن بالاكوميليتر اي. لما نحكي اد بي شو بده يساوي؟ زائد بي. ايه زائد بي، يعني ايش؟ كم من قيمه موجود عندي؟ قيمه واحد حاليا، تمام. لما احكي ستور سي شو بخزن لي هون؟ قيمه الجمع. قيمه الجمع، عشان نفهمه يعني دكتور، الاكيميليتر بيقوم بعمليه يعني البوش والجمع بنفس الوقت لما عملها مع البي. عشان تفهم شوف لي هالمثال. شفت المثال اللي حليناه قبل شوية؟ اللي عبارة عن A ناقص B على C ناقص D ضرب E مع مراعاة الأولويات، متذكره؟ شوف لي المثال هذا يلا. خلينا نحاول مع بعض نفهم كيف حاله. يلا يلا ساعدوني، يلا بدي واحدة من البنات أو واحد من الشباب يحكي معي. يلا موجودين دكتور، موجودين دكتور. بس انا لانه صوتي تعب والله بدي واحد. شو رايك انت تحكي؟ يلا لود ايش؟ الدي. لود دي ايش يعني؟ شو صار بالاكيوميليتر؟ حفظ قيمه الدي، صار جواته دي. ترى بدي اغششك، كله موجود هنا. بس دكتور عندي سؤال. اتفضل. هو ملاحظ انه احنا بنبلش زي كيف، زي بالشقلوب، يعني بنبلش من اليمين لليسار حاليا. اوكي يلا لود دي. يلا هسه المالتيبلا مالتي اي دي ساعتها ايش؟ الدي بتضرب ايش؟ الدي مع الـ. يعني كم من قيمه موجود حاليا؟ حاليا وان اوبراند، يعني وان اوبراند. في بعض الناس بيفكر انه خزن الدي والاي، هو فعليا ايش خزن؟ القيمه الناتج عنه، الناتج عنهم. تمام. هسه هذا هسه الاكيوميليتر ايش بيسع؟ الاكيوميليتر ما بيسع اكثر من اوبرات في نفس الوقت. انا هسه بحاجه اني اجري A ناقص B صح، وبحاجه اني اجري C ناقص D في E، فشو العمليه اللي لازم اجريها؟ طلع شو سوى، زي نحفظه جوا شيء خارجي. ستور تمب. ستور تمب ايش يعني؟ حيعبر خزن القيمه اللي نتجت جوا التمب. ايوه، في متغير اسمه تمب. شو حيخزن فيه؟
قيمه الضرب الدي في ضرب اي. هذا ليش؟ لاني هسه لما احكي لود سي ايش صار هنا، لما احكي بطل في شيء هنا، مجرد ما حكيت لود سي شو تخزن هون سي السي الجديده. بس انت عامل حسابك الدي في ناتج الدي في الاي وين مخزنه انت؟ جوه التم. جوه التم، ممتاز انت ممتاز. شو اسمك انت؟ انا احمد عبد الحليم. احمد عبد الحليم. اه ممتاز انت يا احمد. طب لما نحكي سبترات لايش؟ للتم. هسه دكتور السي اللي مخزنه جواتها بدنا نطرحها من قيمه التم. التم اللي هي ايش؟ يلا ها خلينا نوسع هذا شوي. صار عندي سي ناقص التم اللي هي ايش؟ سي ناقص ايش؟ دي الدي في اي. مظبوط، واضحه ولا لا؟ اذا مش واضحه بوضحها. ها سي ناقص التم اللي هو الدي في اي. الدي في اي هو انا كتبت لك اياها دي في اي مباشر عشان تكون واضحه، ما كتبتها تم عشان تفهمها. يلا يلا هسه شو بدنا نساوي؟ يلا ساعدوني. هسه سوينا لود للسي، بعدين سوينا سبتراك، شو بدنا نساوي؟ يلا مره ثانيه، مره ثانيه وين بنخزن الناتج؟ في التم. في التم مره ثانيه. اذا هون ها شو حخزن؟ يلا نقلوني سي ناقص دي دي اي. بس دكتور هو ليه باللاين الستور تمب دي في اي الثاني بس مخزن؟ هو غلطان. اه اوكي، هو هون هاي كنت بدي انبهكم عليها انه هو ايش غلطان هون. طلعوا ناسي تسي. ايوه اه، لما حاكي هون ستور تمب لازم ايش سوى؟ لازم خلاها سي ناقص ايش؟ ما هي الستور بتخزن بالتم، بس ايش حضلها هون؟ سي ناقص سي ناقص دي اي، ما حتتغير شيء، هيها بعدها هون. تمام، اول ما تحكي لود اي شو صار هون؟ هذا كله مختفي، هذا ايش ماله؟ فضي. وهسه بنخزن فيها قيمه جديده اللي هي لانه تذكروا انها ما بتسعش الا اوبراند واحد، خزنت اي. لما تحكي سبتراك بي صارت اي ناقص بي. ماشي. لما نحكي ديفايد تم يلا شو حيصير في هاي كلها؟ عملية الطرح بقسمها من التم اللي من القيمة اللي احنا مخزينها دوت، صارت A ناقص B كلها ديفايد ايش؟ التم اللي هو ايش؟ طبعا هاي ناقص طبعا هاي بتحتفظ بالاقواس، هاي اجريناها اوريدي اوريدي بين الاقواس على C ناقص D في. هذا مطلوب بالامتحان، مهم. انا الفصل الماضي بالميد جبت سؤال على الاكيوميليتر، وبالفصل اللي قبله جبت سؤال على الستاك، او لا الماضي جبت سؤال على الستاك بالميد، واللي قبله جبت سؤال على الاكيوميليتر. تمام، السؤال كان شبيه بهذا. تمام، السؤال شبيه بهذا اللي جبتوه قبل فصلين. تمام تمام، خلص وقت المحاضره. تمام دكتور، خلص وقت المحاضرة ولا لا؟ والله ما بعرف. وقد ايه وقت المحاضرة اصلا؟ 40 دقيقة. احنا بلشنا وربع؟ اه بلشنا وربع. لا الا ربع، اسف الا ربع. 25 دكتور. يعني اذا 25 بخلص، الساعة ما خلص، خلص ما. ضل دكتور 6 دقائق، تقدر تشرح. ان شاء الله. هسا في عندنا نوع اسمه الجنرال بوربوز ريجستر. كم ريجستر بستخدم فيه؟ مالتيبل ريجستر. تمام، في نوع كمان اسمه ميموري تو ميموري، ونوع اسمه ريجستر تو ميموري، ونوع اسمه ريجستر ريجستر. الجنرال بوربوز ريجستر بستخدم مالتيبل ريجستر، وله سيفرال فاريشن. الميموري تو ميموري شو بستخدم هنا؟ usually allows any operand to be in register as well. هذا الميموري تو ميموري الاوبراندز بحملهم على ايش؟ الميموري، اساس يتعامل معهم.
ما بيحملهم بالريجستر. الريجستر تو ميموري بيستخدم الريجسترات والميموري لوكيشن في عمليه الحساب. هسه بوريكم الفرق بيناتهم. كان دو ون اوبران الريجستر ون ان ميموري اور تو ان ريجستر. هذا هسه هنشوفه ان شاء الله. ريجستر تو ريجستر اونلي ديزاين يوز ان مودرن ماشين. مين من هذول بنستخدمه بالمودرن ماشين بالكمبيوترات الحاليه؟ الستاك ولا الاكيوميليتر ولا الميموري تو ميموري ولا الريجستر تو ميموري ولا الريجستر تو ريجستر؟ ريجستر تو ريجستر. ريجستر تو ريجستر هو المستخدم بالمودرن كمبيوتر. فاست فليكسيبل وبراند اكسس سمبليسيتي اوف هاردوير كومبايلر هاز فول فليكسيبيليتي ان ريجستر يوزج. يلا بالميموري تو ميموري يا شباب شو بصير عندنا؟ خليني اشرح لكم اياه. بكون عندنا ميموري لوكيشن مثلا الاي في مخزن 2، البي مخزن 3. شو سي؟ عباره عن ميموري لوكيشن. لما احكي اد سي فاصل اي فاصل بي ايش بده يصير؟ يلا مين يقول لي؟ باخذ الاثنين والثلاثه بجمعهم وين بخزنهم؟ بالسي. بخزنهم في سي. تمام. شو مقارنه بالاكيوميليتر والستاك؟ الميموري تو ميموري كم من انستركشن اخذ؟ وان انستركشن واحده. الاكيوميليتر اخذ ثلاث. الستاك اخذ قديش؟ اربعه. تمام. الريجستر تو ميموري، الريجستر تو ميموري شو ميزته؟ طلعوا وين القيم اللي بدي اجمعها مخزنه انا؟ بار 1 مخزنه وين؟ بA وB. مخزن بمين؟ بA وB. في عندنا ريجسترات موجوده جوا السي بي يو. ار 1 اسمها ايش اسمها؟ ار 1 بس. هو مقرر يختار ار 1. يلا لود A ل R1 بروح على A. ايش فيها؟ 2. وين حيوديها؟ على R1. اتفقنا؟ هسا اد B ل R1. يلا شو حيساوي هسا؟ رح يجمع الاثنين. حصيد 2 زائد 3. وايش حيكون الناتج هون؟ 5. لما اقول له هسا ستور سي ار 1 ايش ستور؟ طلع اللود من وين لوين؟ اللود من الميموري لوكيشن لوين؟ للريجستر. الستور من وين لوين؟ من الريجستر للميموري. الريجستر للميموري لوكيشن. يعني هسه في ايش حخزن فيها؟ 5 قيمه ار. واضحه ولا لا؟ واضحه. بنكمل. الريجستر تو ريجستر يلا شو ميزة الريجستر تو ريجستر يا شباب؟ نستخدم أكثر من ريجستر بين بعضهم البعض. أيوة تمام. والعمليات الحيوية كلها وين بتتم؟ كلها بتتم بالريجسترات. خلينا نشوفهم. في عندنا ريجستر اسمه R1. قولوا لي شو جواته R1 هذا هسا؟ جواته A. محتوى A اللي هو قديش؟ 2. 2. بعدين لود بي لآر 2. ايش يعني آر 2؟ محتواه 3. آر 2 ممتازين انتم، محتواها 3. وبعدين استخدمنا اد. ايوه حطينا جمعهم في آر 3. يعني هاي معناها آر 3 تساوي آر 1 زائد آر 2. آر 2 يعني في عندنا ريجستر اسمه آر 3 شو محتواه يا شباب؟ جمع 2 و 3 هو 5. الخمسة. لما نحكي ستور، ستور هذا سي ار 3. استنى، الستور من وين لوين بتشتغل؟ من الريجستر لوين؟ الريجستر للميموري لوكيشن. للميموري لوكيشن. اما اللود من وين لوين بتشتغل؟ من الميموري لوكيشن للريجستر. هذا مرجح اني اجي اكتب لك اكسبريشن فانكشن واقول لك حل لي اياها على الستاك او الاكيوميليتر او الريجستر تو ميموري او ريجستر والريجستر. تمام. تمام.
إذا بدك أمثلة إضافية موجودة بالسلايدات اللي إيش الموجودة على الإيليرنينج اللي عنوانها stack accumulator and so on. تمام؟ هذا الأكوميليتر شكل الأكوميليتر بشكل عام. تغلبش حالك وتحفظ الرجسترات اللي داخل الأكوميليتر لأنه أوبسوليت وأنا بهمني صراحة. هاي الأكوميليتر أتكتشر فيه داتا ريجستر وأكوميليتر ريجستر وإنستركشن ريجستر وأدرس ريجستر وشرح لك أعمالهم كلهن. فيش داعي تقرأ. تمام؟ بدي إياك تعرف البروجرام كاونتر. Hold the address of the instruction to be executed. وين الادرس اوف نيكست انستراكشن تو بي اكسكيوتد بتخزن بالبروجرام كاونتر. هذا بهمني. تمام. هذا الانترنال الكتشر اوف اكس 80 اوف اكس 8086. تمام. بهمنيش كمان شو اللي بهمني. بهمني تعرف ايش تطبق الانستراكشن هون. هاي المعادله تطبقها كستاك اكوميليتر كموموري تو موموري ريجستر تو موموري ريجستر تو ريجستر بغض النظر عن اسمها. اتفقنا؟ يعطيكم ألف عافية أرقامكم وشكرا لكم. هيك بنكون خلصنا الجزء الأول من المبس. شكرا دكتور لكم. تفضل. بس سؤال لو سمحت. تفضلي. شو بالنسبة للمد؟ متى المد؟ بعد رمضان. إن شاء الله يعطيك العافية. إن شاء الله. بحاول ما أخليهوش يعني مباشرة بعد هذا بعد العيد بحاول أخلي فترة. تمام؟ يعطيكم العافية. العيد بخمسة يعني لو أخرنا لأسبوعين يعني مش هتخرب الدنيا. تمام دكتور ممتاز. إن شاء الله. دكتور راح تكون المادة أكبر من المقررة مثلاً في حال كانت برم. نفس المادة تاعت كل فصل. أهر تستمر. نفس المادة تاعت الفصل الماضي والفصل اللي قبله. تمام شكراً لك. لا زيادة ولا ناقص إن شاء الله. أهلاً.